هذا يسأل عن لباس المرأة. لباس المرأة الشرعي هو الساتر، أن تلبس ما يسترها، ما يسترها، ما تلبس الشفاف الذي لا يسترها، ولا تلبس الضيق الذي يبين مقاطع جسمها، ولا تلبس القصير، تلبس اللباس الضافي الفضفاض الواسع الساتر لما وراءه، إذا كانت تخاف الله عز وجل وتتقيه، لأنها عورة ومسؤولة يوم القيامة عن سترها.